في تغطية خاصة على تلفزيون النهار. ثورة 25 يناير بين أزمات الواقع وطموحات المستقبل. حكومات، ما بعد الثورة، ما لها وما عليها. شباب ثورة مصر أشعلوا شرارتها وغابوا عن المشهد. مطالب الشارع المصري في ظل البرلمان الجديد، كبوة الاقتصاد المصري والبحث عن عبور آمن. الطرف الثالث والأيدي الخفية بين الحقيقة والخيال. تغيرات المشهد السياسي في مصر بعد الثورة ومدى قدرتها على استكمال خارطة الطريق، فقط على تلفزيون النهار مع عمرو الكحكي، دعاء جاد الحق، ريهام إبراهيم. موعدنا السبت الساعة 6 مساء على تلفزيون النهار. سنة تانية، حرية.